لغه الضاد تدعم بحمله في قطر وارساء مكان لها في المجتمع ولان اللغه العربيه هي ثقافه الامه الاسلاميه وهويتها تعززت بدعم كبير من مجلس الشورى القطري حيث طالب هذا الاخير بتفعيل قانون لها وجاءت المناقشه في سياق الحمله التي اطلقها الدكتور حمد عبد العزيز الكواري وزير الدوله القطري ومرشحها السابق لمنصب رئيس منظمه اليونسكو لدعم اللغه العربيه وتمكينها وسط التحديات التي تواجهها وكشف الكواري انه ناقش مع اعضاء مجلس الشورى في جلسته تفعيل اللغه العربيه واصفا الامر بالجديه في التعامل معها وعلى رغبه المجلس بالاستناد الى ذوي الاختصاص حيث أشار وزير الدولة إلى أنه في ظل عصر العولمة والتوسع التكنولوجي باتت اللغة العربية مهددة بشكل كبير، مؤكداً على ضرورة أن تكون للمؤسسات التعليمية في المجتمع والمراكز المحلية المعنية بهذه اللغة وقفة فاعلة عاجلة لإيقاف تدهورها، وتحتوى اسم معاً لدعم